تمرين في تريض مسألة ولا تريض مشكل. تريض مشكل: مستطيل عرضه هو 2 على 5 طوله ومحيطه 196 سنتيمتر. أوجد طول وعرض المستطيل. المجاهيل هنا شحال كاين من المجهول؟ واحد ولا 2؟ زوج. شكون هما؟ الطول والعرض. هاي الطول في الهندسة كيفاش نرمزوا له؟ طول كيفاش نرمزوا له؟ طول كي نرمزوا له الطول بال ماجيسكيل، والعرض ال مينيسكيل. طول ال ماجيسكيل والعرض ال مينيسكيل. هل يوجد علاقة ما بين الطول والعرض؟ علاقة ما بين الطول والعرض كاين ولا ما كاش؟ كاين. شا قالنا؟ هاي عرضه هو، عرضه هو هو ماذا؟ 2 على 5 طوله. زيد شرع عطينا؟ عطينا محيط. محيط المستطيل ماذا يساوي؟ صح المحيط كي نرمزوا له بي. محيط المستطيل لازم نعرف المحيطات المساحات. محيط المستطيل شنو يساوي؟ طول زائد العرض كل في 2. الطول في العرض هي المساحة. لازم نعرفوا هذو خاطر نحتاجوهم بزاف في التريض مسألة. شنو ندير؟ المحيط عندي ولا ما عنديش؟ عندي. شحال عندي؟ 196. 2 في الطول عندي ولا ما عنديش؟ ما عنديش. العرض عندي ولا ما عنديش؟ العرض، العرض 2 على 5 آل. شنو اللي باغي؟ دروك كانت عندي معادلة بمجهولين، رجحتها معادلة بمجهول واحد. أنا نقدر نحل معادلة بمجهول واحد، معادلة بمجهولين ما نقدرش نحلها. إذا نقوم بعملية التبسيط. شنو تعطينا؟ 196 تساوي، ننشروا، شنو تعطينا؟ 2 آل زائد 4 على 5 آل. نوحدوا المقامات. 196 تساوي، شنو المقام واحد؟ 5. تعطينا 2 في 5 على 5 آل زائد 4 على 5 آل. 196 تساوي 2 في 5 10 على 5 آل زائد 4 على 5 آل. تحصلنا على مجموع كسرين لهما نفس المقام. 196 تساوي عندهم نفس المقام، مقام واحد هو 5. شنو نديروا البسوط؟ زائد 4 في آل. هيا شنو تعطينا؟ 196 تساوي 14 على 5 آل. هذه نقدر نكتبها 14 على 5 آل ستساوي 196. هيا خرجوا لي آل. آل ماذا تساوي؟ 196 على 14 على 5 في 5 على 14. هيا زيد حسبوا لي آل. هيا اضرب 196 في 5 وقسموا على 14. شحال تعطينا؟ 70. إذا الطول كم؟ 70. الطول كم؟ 70. دروك وجدنا الطول، شخصنا العرض. العرض ماذا يساوي؟ شنو يساوي العرض؟ دروك الطول صاير عندي. هاي راه كلش راه قدامكم. 2 على 5 آل. 2 على 5 آل. آل هي ماذا هذه؟ هي الطول. طول كم وجدناه؟ في 70. هيا حسبوا لي. 2 في 70 قسمة 5. احسب. شحال؟ 28 سنتيمتر. بعد ما وجدنا المجهولين الطول والعرض، دروك نتحقق. نعوض هنا. الطول زائد العرض كم؟ 70 زائد 28. هيا احسب. 70 زائد 98 اضربها في 2 خاطر هي مضروبه في 2 اعطتنا 196. اذا كي تعطيني 196 النتائج تاعي راهي صحيحه.
عطاوني عطاتنيش القيمه هذيك اللي عطاها لنا، اذا النتائج تاعي راه كاين خطا، يا اما راني خطا في المعادله. المعادله هنا استعنا بالمحيط، ها هو خاطش قال لنا محيط مستطيل، لو كان قال لنا مساحه نستعمل المساحه. صاي هذا تريض مساله في الهندسه. We'll be right back.